بعد غياب 10 سنين، 10 سنين عودة النشاط الرياضي والسماح لفرق الأندية من خارج سيناء إن هم يرجعوا ويلعبوا تاني رياضة في سيناء، ده واحد من أجمل الأحلام. خلي بالك إنه هدفنا وحربنا الكبرى على الإرهاب في سيناء خلصت، وكانت مصحوبة حواليها بمجموعة من الأحلام الجميلة. أحلامنا الجميلة هي إنه سيناء تتعمر وتكبر وتخضر وتصنع وكله، من ضمنها إنه النشاط الرياضي ده يرجع تاني لسيناء، وأهالينا في سيناء وأهالينا من المحافظات التانية هم كمان يروحوا يلعبوا الماتشات بتاعتهم ومراكز الإعداد وكل الحاجات الجميلة اللي كانت المفروض تجرى رجعت مرة كمان. أنت عارف لما ببص على سيناء ببص عليها بمنظور مختلف، يعني ببص عليها بمنظور إيه؟ مش مختلف قوي بصراحة، لكن احنا قعدنا عشرات السنين من ساعة ما سيناء اتحررت ورجعت لنا قبل موجة الإرهاب اللي جارت دي، وأقدر أقول لك شبه متسابة، شبه متسابة 99% متسابة، يعني مش محسوسة كده، خطأ فادح كارثي. طيب لما بنرجع تاني المسألة كانت بالنسبة لمصر للدولة مش بس ان احنا نخلص سيناء ومصر من الارهاب، لا، انه سيناء ترجع كاملة لينا، مصر اليوم في عيد اغنية الست شادية الله يرحمها. يعني ايه كاملة لينا؟ يعني هي سيناء بقى مش بس ان احنا حررناها او اخلناها من الارهاب واصبحت سيناء السعيدة العظيمة، لا، ده سيناء اللي فيها الصناعة وسيناء اللي فيها البيوت وسيناء اللي فيها المزارع وسيناء اللي فيها الرياضة وسيناء اللي فيها مراكز الثقافية وسيناء اللي فيها كل شيء جميل زي هذا الملعب اللي احنا قدام حضراتكم. معانا على تليفون المهندس احمد جاسر حلاوة رئيس نادي نجمة سيناء. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي الحال؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. يا رب الحمد لله دائما وابدا. يعني بعد 10 سنين من غياب النشاط الرياضي عن سيناء، كيف ترى المشهد اللي انا وحضرتك وكتير عشرات ملايين من المصريين النهارده بيتفرجوا عليه؟ والله هو طبعا احنا النشاط الرياضي كان شغال عندنا بس كان على قد محافظه شمال سيناء بالظبط، يعني كنا منافسه داخليه، ولكن احنا السنه دي الحمد لله جالنا من نادي النجوم المستقبل من القاهره، وجالنا نادي المريخ البورسعيدي، وجالنا اتحاد الشرطه ان شاء الله، والحياه الحمد لله بقت امنه في العريش والدنيا زي الفل، وان شاء الله تيجي تعمل تقرير عندنا من العريش كمان استاذ يوسف. يا ريت. انا ما جيتش العريش بقالي سنين، بس خلي بالك ده انا حافظ العريش بس على ايامي، يعني شبر شبر. نورنا طبعا باماره شارع الفواخريه. ايوه بالظبط. طلعت انا كده عرايشي؟ عرايشي كده. اخد الختم على البطاقه؟ تاخد الختم يا ده انا اتشرف. الله يخليك الله يخليك. كلمني على المزيد من الانشطه الرياضيه اللي ان شاء الله تبقى موجوده في المستقبل القريب، يمكن خلال اسابيع او الشهور القادمه كمان، من نوادي وانشطه مختلفه بخلاف كمان كره القدم. والله احنا طبعا جاي الصيف هيبقى فيه ان شاء الله كره شاطئيه في الصيف، ان شاء الله ان تبقى بطوله محترمه. كان في عندنا سباق الهيجن من حوالي شهر، وكان سباق دولي، وكان في راعي لي مؤسسه القبائل والعائلات المصريه، كان محمد منير عندنا من شهر، كان عندنا بلوجرز كتير في العريش هنا عملوا غطوا سباق الهيجن وغطوا الاحداث اللي حصلت، كان كابتن احمد شوبير عندنا برضه في العريش يا بخت وغطى برضه الاحداث. فالحمد لله الحياه بدات ترجع تاني، وان شاء الله قدام هتبقى احسن واحسن بيك وبينا وباهل سينا وبالجيش والشرطه. صحيح صحيح. والاعلام طبعا اللي دوره مهم طبعا، يسلط الضوء على سينا اكتر من كده بكتير. ده برقبتنا برقبتنا والله. الله يخليك. اشكرك كتير جدا يا باشمهندس، والف مبروك على يعني عوده الانديه الى سيناء مره تانية، الانديه اللي من المحافظات التانية انها تيجي تروح وتلعب في سينا وتمارس انشطتها الرياضيه، وتستمر الحياه باذن الله من ازدهار الى ازدهار باذن ربنا سبحانه وتعالى. كل الشكر للمهندس احمد جاسر حلاوه رئيس نادي نجمه سيناء.